السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، يا رب تكونوا بخير. بالنسبة اللي بيتفرج عليا لأول مرة، ما ينساش اللايك والاشتراك في القناة، وأهم حاجة يفعل الجرس على الكل عشان يوصل له كل جديد، كل ما يخص الإلكترونيات مجروحات وأعطال، وكل ما يخص الترددات الفضائية على جميع الأقمار، وكل ما يخص الأحداث الرياضية والقنوات الناقلة له. تردد جديد وحصر ظهر على نايل سات لقناة سامع العين الإماراتية، واحدة من أجمل قنوات الإمارات اللي ظهرت على النايل سات. لو الخائمة اللي عندها خلاف أنا بشرح لها بسهولة جدا، هتدخل على الشرائح الموجودة داخل قناتي، ومن خلالها تقدر تضيف أي قناة أو أي تردد على جهازك، سواء إذا كان عندك ريسيفر عادي أو أي شاشة عرض بتحتوي على ريسيفر داخلي. من خلال الشرائح الموجودة هتقدر تضيف أي قناة على جهازك بكل سهولة. نيجي بالنسبة للشرح على قائمة الصن بلس وكل الأجهزة الشبيهة اللي بتحتوي على نفس المنيو اللي قدام حضراتكو. وأكتر من 90% من الأجهزة المنيو الموجودة في السوق هنتعامل بنفس الخطوات عشان نضيف القناة على جهازنا. اول حاجه بالنسبه للخيمه العربيه، اضغط من الريموت على زرار المنيو واقف على خيمه وفي كلمه تركيب، بضغط على زرار الاوكي، هيظهر لي خيمه وفيها خيمه ترددات، بضغط عليها بزرار الاوكي عشان اقدر اضيف التردد. اما بالنسبه للخوائم الانجليش، هضغط من الريموت على زرار المنيو واقف على كلمه انسليشن واضغط اوكي، هيظهر لي خيمه وفيها كلمه تزبرد الليست، بنزل عليها واضغط اوكي. وفي حاله ما بضغط من الريموت على زرار المنيو وما لقاش كلمه انسليشن ظهر عندي، اول حاجة اعملها هضغط على زرار المنيو واتحرك بالاسهم يمين وشمال او فوق او تحت حسب الخيمة الموجودة عندي. يعني لو الخيمة اللي عندي بتتعمل بنظام الافقي، هضغط على زرار المنيو واتحرك بالسهم يمين وشمال، هيظهر لي كلمة انسليشن اقف عليها واضغط اوكي، وبعدين انزل على كلمة ترانزبورد الليست واضغط عليها اوكي، هيظهر معايا خيمة الترددات. كل اللي اعمله اضغط من الريموت على الزرار الاحمر واكتب التردد بتاع 11096، وبنزل على معدل الترميز بخليه 27500، وانزل على الخطبة اغارة اخليها اتش او هوريزنتال عن طريق السهم اليمين والشمال. بعد كده بضغط اوكي واجل الخطوة اللي بعد كده ونوقف على التردد اللي انا ضفته. هضغط من الريموت على الزرار الازرق، هيظهر معايا خيمة فرعية مكتوب فيها كلمة اسكان، ما بغيرش فيها اي حاجة، كل اللي اعمله اضغط عليها اوكي، وبالتالي الجهاز هيبحث التردد والقناة هتنزل معايا بصورة طبيعية. وبعد ما البحث يكتمل هيظهر لي رسالة فرعية مكتوب فيها سيف سيرش ريزلت، بتأكد ان انا واقف على كلمة يس واضغط اوكي من الريموت، هيظهر معايا رسالة فرعية مكتوب فيها داتا سيفنج. بصبر لحد ما رسالة داتا سيفنج تختفي من على الشاشة، ومجرد ما الرسالة تختفي أقدر أستعرض قائمة القنوات بزرار أوكي، وأروح لآخر القائمة ألاقي قناة جميلة جدا مكتوب عليها سما. إضافة جميلة ومميزة لقنوات النايل سات، سما الإماراتية واحدة من أجمل القنوات الموجودة على النايل سات، وبتقدم برامج متنوعة. قناة سما العين ده أحدث تردد للقناة بتاريخ شهر 10 أو بتاريخ شهر أكتوبر لعام 2021. سمع العين موجود على تردد 11096، معدل الترميز 27500، والخطبية اتش او هوريزنتال افقي. التردد اشارته عالية وبيستقبل باطباق تبدأ من 60 او 70 سنتي، وايضا بيعمل على كل الاجهزة وكل شاشات العرض اللي بيحتوي على رسيفر داخلي. سمع العين اضافة جميلة ومميزة جدا لقنوات النايل سات، بنصح الكل ينزلها على جهازه. بكده حلقة النهاردة خلصت، واستنونا في كل الترددات الجوية الحصرية. اشوفكم على خير في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.